أميرة، نوعية البرامج اللي بتعملوها من خلال المبادرة، يعني هل هي كلها بتقتصر على البرامج أو الأنشطة الفنية بس، ولا عندكم في أنشطة تعليمية؟ هو بالظبط في أنشطة فنية وفي أنشطة تعليمية. إن إحنا كل ورشة أو كل إحنا كنا شغالين مرة كل أسبوع، فالورشة كانت أو اليوم كله كان بيتضمن زي ما قلت ورش رسم ومسرح ورقص، وكمان بيبقى في موضوع بقى إحنا بنتكلم فيه، وعلشان نوصله لهم كان طبعا من خلال الاكتيفيتيز والانشطه واللعب وكل الحاجات دي. زي مثلا في كل مره كنا بنختار موضوع، زي مره نتكلم عن السلام، مره نتكلم عن النوع الاجتماعي، مره نتكلم عن الحريات والحقوق. فكل ده كان بيحصل ان انا بوصله مثلا معلومه معينه، بس مش بالشكل اللي هو دايركت ان انا بديله محاضره او ان انا بتكلم كتير، بشكل غير مباشر، بشكل بالظبط العاب، من خلال العاب. تمام. يعني انا بصراحه عايزه اعرف اكتر الورش بتتعمل ازاي تاني. طيب بالنسبه للورش، احنا كفاوندرز المبادره او كفالنتيرز حتى كل حد متخصص في حاجه معينه، اصلا برسم، فكنت انا مسؤوله عن شق الشق الفني اللي هو متعلق بالرسم. فكنا بنعمل مثلا، احنا كان اليوم بيبقى فيه الثلاثه، يعني الاطفال كانوا بيمروا على الثلاث حاجات، على الرسم، على الرسم والكرافتس مع بعض، وعلى الرقص، وعلى المسرح. فكل حد كمان. مننا فكل حد فينا كان مسؤول عن الحاجه اللي هو شاطر فيها وشغال فيها مع الاطفال. فكنا بنعمل بقى ورش، بقى نقعد بقى نلون مع بعض، نخبط بقى، نشخبط، نعمل كل حاجه. فبالظبط يعني احنا ما كانش بهمنا قوي فكره ان يطلع الكواليتي قد ما هم يجربوا، قد ما هم يعبروا عن نفسهم.